رد فعل لما يحدث، لانه من المفترض ان احنا نرى الصوره اللي انا كنت جايبها لحضراتكم، صوره كابتن حسن شحاته وهو هات لي الصور دي يا سمير تاني لو سمحت، صور كابتن حسن شحاته وهو داخل النادي الاهلي، صور الله يرحمه كابتن ابراهيم يوسف، عمر ما كان حد من الاهلاويه بيتكلم عنه، ربنا يديله الصحه كابتن اشرف قاسم، عمر من حد من الاهلاويه كان بيتكلم عنه. هي دي الصور اللي احنا نتمنى ان نراها في مجتمعاتنا، او هي دي المثل اللي هنا كابتن خطيب لما بقول له او الناس بتقول له عايزين نصور احنا كابتن حسن، قال لهم لا انا اللي هصورهم، لان هو عارف ان هو لما يتصور كده ده بيدي مثل للشباب الصغير ان القدوه هي الاهم خلال هذه الفتره، والقدوه هي الاخلاق والاحترام والادب، وليس السباب والشتائم ولعن كده ولعن الكلام من هنا ومن هنا ومن هنا. وفي النهايه الصوره اللي امام حضراتكم اتمنى ان هي تكون صوره الاخلاق القادمه، اسطوره كبيره كابتن حسن شحاته بيتصور مع احدى عضوات النادي الاهلي داخل النادي الاهلي، ومعاه اسطوره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب واقف بيصوره، بعيدا بقى عن ان هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والكلام ده كله، ولكن اسطورتين كبيرتين داخل النادي الاهلي. نتمنى ان نرى هذه الصوره في كل انديه مصر. وبالمناسبة اليوم ده كان في عدد كبير جدا من أساطير كرة القدم المصرية متواجد في النادي الأهلي. نتمنى ان الكلام اللي كريم